السلام عليكم، كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ كنتمناكم كاملين تكونوا بألف خير. اليوم في هذا الفيديو جبت لكم تشكيله دو بياس ب جلابه ديال المناسبات بقفيطنات ولا جلابه بالقميص. هانتوما غادي تشوفوا معايا كاينين الموديلات اللي رائعه جدا، وحتى الاثواب البنات ما غاديش تلقاو ثوب واحد ولا خياطه واحده، كاينه مجموعه من الاثواب. الخياطات فحال ديما خياطات اللي متنوعين. جليبات غادي تلقاو شي حاجه اللي اخر ما كاين، وكاينين شي جليبات اللي مخدومين بخياطه اللي مغربيه هماويه ديال ديما اللي ما عمرها ما كدي موضه، وكاينين شي جليبات اللي في الموضه بحال هذا الشيء هذا، وكاينين جليبات بحال هكا بتليجه بخياطه سامبل. كاين هاد الموديلات هادو اللي كتجي جلابه مسدوده وفوق منها بحال السلهام الفوق كيبقى مفتوح، هذا كيبقى الا بغيتو تزيدوه غير الا كنتو في شي مناسبه. كنتو غير في خرجه عاديه كتلبسوا جلابه بوحدها. هاد النوع ديال الجلابات صراحه كيجي انيق في اللبسه. هانتوما البنات كيف كتشوفوا كيجيو بحال هكا كتب الحزام. غادي البنات تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر، لان حتى في الاخر ديال الفيديو كاينين موديلات اللي رائعه جدا. ما كرهتش كاملين نحطهم في الاول ديال الفيديو، ولكن غادي تبعوا معايا جلابه بجلابه حتى تلقاو الجلابه اللي كتقلبوا عليها. كاينين موديلات اللي كثيره 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 بزاف في هذا الفيديو هذا، وكاع الالوان غادي تلقاوهم، حتى الاثواب راه متنوعه كيف كتشوفوا. كاين هذا الثوب هذا حتى هو كيجي زوين في اللبسه. الا لاحظتوا معايا البنات اغلبيه التجليبات بالقفطان كيكونوا مخيطين سامبل، عين عقده خفيفه، وكيجي فيهم دريس في القب وفي الكميمات، دريس اللي كيكون رقيق ما عامرش بزاف. راكم عارفين جلابه الا كانت دو بياس بحال يعني جلابه متكرره جوج المرات، يعني كتكون الخدمه مدوبله، كتشري جوج الاثواب وكتخيطي جوج الاثواب بحال مخيطه جوج جلابات. هادشي علاش البنات ديما كنصحكم تبقاو ديروا ليهم خياطه سامبل عين عقده خفيفه، حيت الجلابه ديال المناسبات ما غاديش تلبسوها ديما، خصوصا الا كنتو دايرين الثوب الفوقاني رقيق ديال الجلابه، فغادي تبقى تلبس غير مره مره. هذاك الشيء علاش خصكم ديروا ليها خدمه اللي تكون بحال هذا الشكل هذا، ما كديموضاش كتبقى ديما في الموضه وتلبسوها ديما، وكتكون كتبقى الجلابه حلوه وكتبقى ديما عزيزه. هانتوما البنات فحال هذا الشكل هذا اللي كيكونوا مشارجين ما ننصحكمش بهم صراحه، من غير الا كنتو كتحضروا بزاف المناسبات. الا لاحظتوا مؤخرا راه ولينا في قليل فين كتحضري لشي مناسبه، يعني الا خيطتي جلابه دو بياس كتلبسيها مره ولا جوج ولا ثلاثه كاع في العام صافي وكتبقى مطويه، العكس ديال الجلابه اللي كتكوني دايراها ديال ديما كتكون خفيفه فتقدري تلبسيها كل نهار فيما تبغي تخرجي ولا تسخري ولا هذا كتلبسيها. اما جليبات دو بياس كيتلبسوا مره فين وفين، هادشي علاش البنات ديما ديروهم بعين وعقده بخدمه المعلم تكون خفيفه، كتبقى الجلابه خصوصا الا كنتو دايرين شي توب زوين كتبقى الجلابه ديما تلبس. وكاين هاد الخدمه هادي اللي كتجيب براندة خفيفه، كيجي لباس بحال هذا الشكل اللي كيجيو بعين عقده وسفيفه نص الطوق بالطرز المسوس. كيف قلت لكم البنات كاينين عده الوان، جميع الالوان غادي تلقاوها في هذا الفيديو، جميع الخياطات غادي تلقاوها سواء بالنبات بالمرمى بالمسوس بحال هذا الشكل بالطرز الرباطي براندات العقيق الراندة العادية الراندة خفيفة. كاينين بخدمة القطيب
كاين بهاد الخدمة هذه اللي كتجي بزواق المعلم ورباطي في نفس الوقت. كاين هاد التشكيلات هادو كيجي القفيطين بحال شكل كسيوة، او كاينين جليبات على هاد الشكل ديال جوهرة براندة، راندة خفيفة، راندة اللي عامرة في حالة شكل، كتجي أنيقة جدا في اللبسة بقفيطين ديال الشبكة. كاين هاد الراندة الحصيرة اللي كيكون داخل فيها الزواق ديال المعلمات. كاين هاد الخدمة هادي اللي بالطرز المسوس، هي كتجي أنيقة جدا في اللبسة بالفتيحات في الجناب. هانتوما كيف كتجي، حتى المزيج ديال الألوان رائع جدا. والخدمة اللي ديما كنصحكم بها هي هذه، عين عقدة مع دريس خفيف في القب وفي الكميمات. كاين هاد الموديلات اللي كتبقى الفوقاني مفتوح كيف قلت لكم، كتزيديه عليك غير فاش كتكوني ماشيه لشي مناسبه، اما فاش كتكوني خارجه بجلابه عادي كتلبسيها بوحدها. هاد السنه حتى الاثواب، كاينه اثواب اللي جميله جدا، رجعوا لداك الشيء اللي كان زمان تليجا، وهاد الانواع الاثواب اللي كانت زمان بحال جوهره، الخياطات المسوس بالفتيحات في الجناب، هاد الشيء كامل كنا كنشوفوه شحال هذا. دابا كلهم رجعوا في الموضه، كلهم ولاو كيتلبسوا بكثره. شوفوا معايا البنات هاد الكليزه هادي كتجي انيقه جدا في دو بياس. المهم البنات، كانت هذه هي النهايه ديال الفيديو تقريبا. كنتمنى الموديلات اللي جبت لكم يكونوا في المستوى، تكونوا استفدتوا منهم. الا كانت اول زياره لكم، ما تنسوش تدعموا قناتي باللايك، وما تنسوش كذلك ديروا ابوني باش تبقاو توصلوا دائما بجديد القناه. خليتكم على خير، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد بحول الله. السلام عليكم، تهلاو في راسكم.